مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشرقية والشرقية نزل نحييكم، وهذا حصادنا الإخباري لهذه الليلة. أهلا بكم مشاهدينا. البداية بأهم العناوين. صراع حدودي للبقاء على قيد حياة جوار تركيا. الحكومة العراقية تفتح خط نابي بنفط قديم متجاوزا الخط الذي تديره حكومة كردستان. وإقليم كردستان يرد: لن نسلم المنتجات النفطية إلى الحكومة الاتحادية بعد إخفاق الأخيرة في تأمين رواتب الإقليم. وقريبا من كردستان، رئيس كتالونيا يعلن الانفصال بقرار أحادي ويقترح تعليق الخطوة لإفساح المجال للوساطات. وبعد محاولات لإقالة قائم مقام الخلدية، مجلس عشائر الأنبار يحذر من تحويل المحافظة إلى أملاك شخصية ضيقة تتبع المحافظة أو أي جهة سياسية. موسم دراسي واعد في البصرة، ثلاثة اعتداءات على معلمي المدينة والنقابة تهدد بالإضراب. أهلا بكم. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته لا تحتاج إلى وساطات أو مبادرات مع أقليم كردستان، لأنه لا توجد أصلا قطيعة مع الإقليم، وأن الأبواب مفتوحة دائما أمام الجميع. العبادي أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن أساس الحوار مع أقليم كردستان واضح ولا يحتاج إلى وساطات، لأنه قائم على وحدة العراق ورفض الاستفتاء ونتائجه. أي حوار يجب أن يبنى على الأسس التالية: هو وحدة العراق، الدستور العراقي، ورفض نتائج الاستفتاء. هذا ما يحتاج لا تفاوض ولا مبادرات ولا وساطات. وأي واحد يدعي أن يتكلم معي أو أرسلت للوساطة أو للمبادرة في هذا الجانب كذب محض أو اشتباه من قبله أو واحد نقل معلومة خاطئة. نحن لا نحتاج إلى وساطة. وأنا أيضا أقولها بصراحة، خلي يسمعني الجميع، خلي يسمعني أصدقاء العراق، ويسمعوني المواطنين العراقيين، ويسمعوني ذول المتشددين من الطرفين اللي يحاولون يغرقون البلد بالدماء يردون. إحنا ما عندنا قطيعة ويا إقليم كردستان، والعلاقات مستمرة، وأقولها بصراحة ما قاطعين، ما أحتاج وساطة أحد. إذا عندنا رسالة نقدر نوصلها، إذا عندهم رسالة يقدرون يوصلوها. هذا عراق، ما بيها معنى أقاطع الأنبار، أزعل إذا عندي خلاف مع محافظ الأنبار أزعل على الأنبار، عندي محافظ إذا خلاف، هسه ما عندي خلاف أنا مع محافظ الأنبار، إذا عندي خلاف مع محافظ بغداد اللي هو أيضا من أصدقائنا أزعل على بغداد مدينتي؟ ما ممكن. إحنا يبقى هذا التعامل موجود. الآن كل الأبواب مفتوحة، لا توجد أبواب مغلقة، بلد عراقي واحد، من أجل مصلحة المواطنين نبقى الأبواب مفتوحة ونتعامل. لا أحتاج وساطة، لا أحتاج مبادرة جديدة، الكلام واضح، هذا الكلام ينفذ، والمسؤولين في الإقليم يعرفون ذلك. العبادي حذر قوات البيشمركة الكردية من التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، وقال إن هذه المناطق يجب أن تخضع للسلطة الاتحادية. المناطق المتنازع عليها اللي حسب الدستور يجب أن تخضع للسلطة الاتحادية إلى حين تنفيذ متطلبات الدستور في هذه المناطق. الآن ما صار تنفيذ، فالمفروض تحت السلطة الاتحادية، وكلامي واضح في هذا الإطار أن السلطة الاتحادية يجب أن تسيطر على هذه المناطق. قوات البشمركة الموجودة والقوات الأخرى اللي هي من حشد، من تشكيلات أخرى موجودة في هذه المناطق، تعمل تحت قيادة السلطة الاتحادية في هذه المناطق. أنا قلت مشاركة تشارك في الأمن، مو بمعنى مشاركة في الإدارة، فرق، البعض ربما خلط بين الأمرين. مشاركة لأن هاي جهات أمنية موجودة نرحب بها ونستفيد من خبراتها في فرض الأمن، ولكن تحت قيادة القوات الاتحادية تمارس هذا عملها في هذه المناطق، حتى لا يكون هناك نزاع ولا يكون هناك تداخل، مو راسين مو سلطتين، سلطة واحدة. ولا نريد صدام، لهذا أدعو قوات البيشمركة وجميع التشكيلات في هذه المناطق عدم التصادم مع قواتنا الاتحادية، أحذر من ذلك. القوات الاتحادية عليها واجب ومسؤولية أن تفرض الأمن في هذه المناطق، لا تأتي إلى هذه المناطق حتى تتصادم، ولا تأتي حتى تقاتل البيشمركة، غير مسموح ذلك. وأطلب في المقابل
أن هذه البيشمركة قوات بيشمركة تحترم دور القوات الاتحادية بذلك. تعرفون الجيش العراقي كجيش اتحادي إلى حق يتواجد في أي مكان في العراق، ليس لفرض الهيمنة والقوة وإنما لفرض الأمن لصالح المواطنين جميعا. تعتزم الحكومة العراقية فتح خط ينابيب بنفط قديم يصل إلى تركيا متجاوزا الخط الذي تديره حكومة إقليم كردستان العراق، وذلك ضمن إجراءاتها ضد الإقليم. وطلب وزير النفط العراقي جبار العابي من شركة نفط الشمال المملوكة للدولة التي تتولى تشغيل حقول كركوك وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب الحكومية بالبدء في عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي مرورا بمحافظتي صلاح الدين ونينوى. ويعبر خط الأنابيب الواصل بين كركوك وجيهان منطقة تقع جنوبية محافظة نينوى التي استولى عليها تنظيم داعش عام 2014 واستعادتها القوات العراقية خلال العامين الماضيين. وأفاد خبراء بأن تجديد شبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي لا يستغرق الكثير من الوقت، وبإمكان وزارة النفط تفعيلها خلال وقت قصير، مشيرين إلى أن مشكلة تلك الخطوط هي أمنية، وإذا ما عولجت لا يكون هناك سوى بعض المشاكل التقنية في عدد من الخطوط التي تعرضت للتفجير من قبل عناصر داعش خاصة من طرف الموصل، وعند إصلاحها سيتم البدء بتصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان. هذا وأعلنت وزارة النفط العراقية بأن تركيا ستتعامل مع الحكومة الاتحادية فقط في مجال النفط، مؤكدة استعداد الشركات التركية للاستثمار في مشاريع الطاقة في العراق. والتقى وزير النفط العراقي جبار العيبي السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، حيث بحث الجانبان تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وأكد يلدز أن الشركات التركية مستعدة للعمل والاستثمار بمشاريع الطاقة والبنى التحتية في العراق. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن بلاده ستتعامل بجدية مع أي طلب تتقدم به الحكومة العراقية بشأن إغلاق أنبوب النفط مع إقليم كردستان. وينضم إلينا سيد وزير النفط سيد جبار العيبي. أهلا بك سيد جبار. يعني قبل الحديث عن خط الأنابيب القديم الجديد إن صح التعبير، حقول نفط كركوك، يعني كيف ستعيد وزارة النفط العراقي السيطرة عليها من جديد؟ السلام عليكم أستاذ، أهلا ومرحبا بكم. جميل. بالنسبة إلى سؤال حول حقول كركوك، حقول كركوك لا زالت بإدارة شركة نفط الشمال. شركة نفط الشمال أحد تشكيلات وزارة النفط، ووزارة النفط وزارة اتحادية، فهي من حيث المعنى وبحيث المعنى هي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية من الجانب الإداري. أما الآن في هذه يعني في هذه التغيرات السياسية وإلى آخره، الحقول يعني النفط قسم من عدها إلى المصافي حوالي 60-70 ألف برميل، وهذه المصافي إلى وزارة النفط، مشتقات إلى وزارة النفط، والبقية يصدر عبر الخط إلى جيهان. هذه الحالة يعني بقيت فترة من الزمن. لحد الآن حسب الدستور العراقي، وهي حقول تابعة للحكومة الاتحادية. نعم سيد جبار، يعني حدثنا أكثر عن خط الأنابيب المزمع إعادة إحيائه إن صح التعبير. هذا الخط إصلاحه وإعادة إحيائه كم سيأخذ من الوقت، وحدثنا أكثر عنه؟ الخط الحقيقة إن شاء الله ما يأخذ وقت، لأن شكلنا فرق بالجهد الوطني. بدأنا من قبل يومين بعمليات بخطة للكشف عن الأنبوب. هناك 5 محطات، أحد المحطة الأولى اللي هي IT1A هذه عاملة والحمد لله. 4 محطات حسب المعلومات الأولية
شبه مدمرة. الأنبوب فيه أضرار كثيرة، لكن لدينا جهد وطني مقتدر وعالي، وإن شاء الله ولدينا معدات أنابيب ولدينا آليات، وتتوفر لدينا إمكانيات مثل ما أشرت كبيرة، وإن شاء الله نعيد الأنبوب بفترة زمنية قصيرة. لا يمكن في هذا الوضع وفي هذه الحالة أحدد كم الوقت، لكن إن شاء الله إذا بدأنا العمل فسوف نسير بخطى متسارعة ونكمل الأنبوب بأقصر وقت. طب سيد جبار، الخط كيف سيكون مساره؟ يعني كركوك صلاح الدين نينوى وبعد ذلك إلى تركيا عن طريق دهوك أم كيف؟ لا، هو المسار الأول هو ما يروح على دهوك، يعني المسار الأول يروح على نينوى وبعدين يطلع يعني حادي إلى دهوك وبعدين إلى الحدود التركية. هو نفس الأنبوب الأول، ليس الأول الأول اللي هو 46، إنما الأول العفو الأول اللي بعد الجديد اللي هو 40 العقدة، هذا يسير في مسار بين نينوى والخط والحدود التركية. فإن شاء الله راح نعمل على الخط اللي هو 40 عقدة، وإن شاء الله نكمل هذا الأنبوب ونستأنف التصدير من خلال هذا الأنبوب. طيب سيد جبار، يعني هل حصلتم على ضمانات وتأكيدات بأن الحكومة التركية ستتعامل مع هذا الخط ولن تتعامل مع غيره؟ هو أصلا قبل دخول داعش هذا الخط كان عامل، هذا لا يعني ليس له علاقة بالمتغيرات السياسية الأخيرة بالاستفتاء الإقليم وغيره. هذا الإقليم العفو هذا الأنبوب كان عامل، وكان تصدير النفط العراقي من خلال هذا الأنبوب. بعد دخول داعش حدث ما حدث، وحدثت أضرار في الأنبوب. الآن نعيد الأنبوب وتعيد الأمور كما كانت عليه قبل 2014، أي قبل دخول داعش إلى المنطقة الشمالية. فليست حالة جديدة أو ليست مستجدات جديدة في الأمور النفطية. يعني لدينا في جيهان 6 خزانات هي تابعة إلى وزارة النفط العراقية، منشآت هناك ضمن الأراضي التركية تابعة إلى وزارة النفط والحكومة الاتحادية. لا يوجد تغيير كثير في هذا المجال، يعني لا يوجد تغيير من ناحية إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 2014. طب سيد جبار، أنت قلت أن الأنبوب هذا يعني فيه أضرار كبيرة، هل سيتحمل الجانب العراقي هو وحده إعادة إعمار هذا الأنبوب، أم هناك ربما تعاون من قبل الجانب التركي في إعادة تأهيل هذا الأنبوب أيضا؟ نحن في طور كشف الأنبوب وتقييم الأضرار، وبالتأكيد إذا ظهرت حاجة للجانب التركي بإبداء المساعدة فسوف نطلب المساعدة. لحد الآن نحن في طور تقييم الأضرار، وتقييم الأضرار بعدها مرحلة وضع خطة لإصلاح الأنبوب، وإصلاح الأنبوب يترتب عليه استيراد بعض المعدات مثل محطات الضخ وربما بعض الأجزاء من الأنبوب. بس نحن كوزارة نفط لدينا أنابيب، والحمد لله لدينا شبكة أنابيب غير مستخدمة بالمخازن، ولدينا بعض المعدات الضخ، لكن على العموم سوف ننتظر نتائج التقييم اللي تقوم به الفرق الفنية الآن. طيب سيد جبار، يعني نتحدث عن فوائد وعوائد إعادة تأهيل هذا الأنبوب بالنسبة لوزارة النفط العراقية. أنبوب استراتيجي له كل الفوائد وكل العوائد. كان عاملا قبل 2014، وكان الضخ من هذا الأنبوب حوالي 600,000 برميل باليوم من النفط عبر ميناء جيهان. وعوائد النفط مثل ما هو معلوم منذ السبعينات أنه عوائد النفط إلى الحكومة الاتحادية من خلال وزارة النفط بعد دفع أجور الإخلاق وأجور العبور للجانب التركي. فالحالة هي إعادة ما كنا عليه قبل دخول داعش.
طب سيد جبار، يعني بصفتك وزير النفط، واكيد بالتاكيد لديك ربما تصور اولي عن الكلفه التي يحتاجها اعاده تاهيل هذا الانبوب، يعني تصور اولي كم يحتاج من اموال لاعاده تاهيله من جديد؟ وزاره النفط لديها الحقيقه لديها خطط ولديها بدائل لاعاده الانبوب، فلا يمكنني الآن الإفصاح عن الكلف والبدائل والطرق التي سوف، بس وزارة النفط مخططة وعازمة على إعادة الأنبوب بغض النظر عن الكلف، أو بس ضمن المعقول وضمن الخطة اللي هي وضعناها الآن كخطة معجلة، هو بواسطة الجهد الوطني. الجهد الوطني الحمد لله لدينا جهد وطني مقتدر، وشكلنا فرق من خطوط الأنابيب وشركة المشاريع النفطية وشركة نفط الشمال وشركات أخرى للكشف ثم القيام بالمهمة. الآن لا يمكنني أن أفصح عن الكلف للمشروع، بس هو مشروع استراتيجي يخدم العراق ويخدم الشعب العراقي ويخدم وزارة النفط، ولا بد من إعادته ضمن الكلف المعقولة. طيب سيد جبار، يعني هل تم التنسيق أو الحديث مع حكومة إقليم كردستان بشأن إعادة تأهيل هذا الأنبوب؟ هذا الأنبوب هو، أنا مثل ما أشرت، الأنبوب هو ضمن منشآت وزارة النفط، فلا يحتاج التنسيق مع أي جهة أخرى، هو تابع إلى وزارة النفط الاتحادية، لا يحتاج أن نذهب إلى ذاك الجانب أو هذا الجانب للاستشارة أو التنسيق. نعم. السيد جبار العيبي وزير النفط العراقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. أعلنت حكومة إقليم كردستان بأنها لن تسلم المنتجات النفطية للحكومة الاتحادية بعد إخفاق الأخيرة في تأمين رواتب الإقليم كما تم الاتفاق بشأنه عام 2014. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزاين أنه كان هناك اتفاق بين الإقليم والمركز بتسليم نفط كردستان لبغداد مقابل تأمين الأخيرة للاستحقاقات المالية للإقليم والمقدرة بمليار دولار شهريا، إلا أن بغداد قامت فقط بتأمين 450 مليون دولار شهريا. لذلك فإنه ليس منطقيا أن تقبل حكومة كردستان بذلك وتسلم جميع منتجاتها النفطية لحكومة المركز. واتهم دزاي الحكومة العراقية بخرق المواد القانونية التي في مصلحة إقليم كردستان، وتطبق أي الحكومة العراقية تطبق التي تخدم مصلحتها. من جهته أكد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أن الإقليم لم يقدم على أي خطوة استفزازية أو تصعيدية تجاه بغداد، وأن الاستفتاء الذي جرى يعبر عن إرادة جماهير كردستان. برزاني قال خلال لقاء مع السفير الألماني لدى العراق سيريل نان أن كردستان مستعدة لحوار غير مشروط وبأجندة مفتوحة مع بغداد. من جهته أبدى السفير الألماني استعداد بلاده للتوسط بين أربيل وبغداد للبدء بحوار بين الطرفين من أجل حل القضايا العالقة بينهما، خصوصا بعد استفتاء الاستقلال الذي جرى في أيلول الماضي. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البيات لشرقية نيوز أن كل الأمور ستحل وتفتح الأبواب عندما تحدد القيادة الكردستانية ما الذي ستفعله بنتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول الماضي. مسألة الاستفتاء ونتائج الاستفتاء ينبغي أن يكون هناك موقف كردي واضح، ماذا يعملون بهذا الاستفتاء؟ ليجاوبوا الشعب العراقي، وبعد ذلك كل الأمور ستكون سهلة وسلسة وكل الأبواب ستكون مفتوحة. بالبداية لابد للأخوة الكرد أن يقولوا لنا ماذا سيفعلون بنتائج هذا الاستفتاء، هل يركنه جانبان، هل يعتمدونه، هل يجمدونه، هل يؤجلونه؟ فالآن الكرة في ملعب أخوة الكرد. الاستفتاء جرى، أنت لا تستطيع أن ترجع
عقارب الساعة إلى الوراء تقول لا تعملوا استفتاء. هم أملوا هناك نتائج لهذا الاستفتاء بغض النظر عن الإشكال على هذه النتائج وهل كانت دقيقة أم دقيقة. الآن ليقول الإخوة الكرد هذه النتائج التي للاستفتاء هل هو نتائج لتشكيل دولة؟ هل هي نتائج لتعبير عن رأي؟ هل هي نتائج لتعديل العلاقة والشراكة؟ هل هي نتائج معينة؟ يعني هذا النتائج موقف الكردي شنو منه؟ الآن نتائج الاستفتاء إذا ما يحدد الموقف الكردي ماذا يعمل بهذه النتائج؟ إذا ذهب بهذه النتائج إلى الاستقلال والانفصال فإذا هذه المبادرات هواء في شبك، وإذا لا بهذا الاستفتاء هذه النتائج يريد أن يجعلها وسيلة لتحسين العلاقة تعديل العلاقة، إذا خلي يجي يقنع الشركاء بتعديل الدستور حتى نعدل بالشراكة نعدل بالأمور. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد حيدر الفوادي النائب عن التحالف الوطني. أهلا بك سيد حيدر. يعني ما يحدث الآن بعد موضوع الاستفتاء، بغداد لا تتراجع عن شروطها وما تريده، وكردستان لا تتراجع ولا تريد إلغاء هذا الاستفتاء. هل وصلنا إلى مرحلة عض الأصابع؟ هل وصلنا إلى مرحلة اللا عودة بين كردستان، بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أم أن هناك أمل؟ يعني الكل يتحدث في الإعلام عن أمل، لكن على أرض الواقع الأمور ما كان أكسر إذا لم تكن أسوأ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولجميع مستمعي قناتكم الموسومة بالشرقية. كانت هنالك عملية استفتاء قد جرت في إقليم شمال العراق. هذه العملية لم تكن تستند إلى قاعدة دستورية أو قانونية، وكانت محطة اعتراض من الحكومة الاتحادية وكذلك من بعض الكيانات السياسية داخل إقليم شمال العراق وكذلك من المحيط الإقليمي والدولي، والمرجعية الدينية قد صرحت وقالت قولها يجب أن يعود الجميع إلى الدستور، وبالتالي هذا الإجراء إجراء غير دستوري وغير قانوني، وهو يعني بعيد عن احترام القانون وكمرجعية واحترام الدستور كمرجعية اللي صوت عليها كل أبناء الشعب العراقي بما فيها مواطنين في إقليم كردستان. هنالك مجموعة من الإجراءات، هذه الإجراءات جاءت كردة فعل على الفعل الغير دستوري التي جرى في 25 أيلول من قبل السلطات في إقليم كردستان، وهذه الإجراءات كانت يعني باتفاق جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وبحضور السيد رئيس الوزراء. هذه الإجراءات الغرض من عدها هو يعني حماية مواطنينا في إقليم شمال العراق، وقلنا لجميع الأخوان عليكم الأصل في العلاقة هو الانفتاح، نبتعد عن التصعيد، نبتعد عن التهديد، نبتعد عن الوعيد. إذا كانت هنالك ثمة ملاحظات عندكم في طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم الشمال، تعالوا إلى طاولة الحوار وإلى مرجعيتنا اللي هي الدستور، وكل شيء من خلال الدستور من الممكن أن يحل. لكن سيدتي الكريمة، أعتقد الأخوان في السلطات في إقليم كردستان هنالك لديهم مشروع، هذا المشروع مرتبط ببعض الدول في المنطقة التي رفعت أعلامها في يوم 25 أيلول، وبالتالي نعتقد أن هذا المشروع هو بعيد عن مصلحة مواطنينا وشعبنا الكردي في إقليم شمال العراق، وبالتالي من واجب السلطة الاتحادية والقوى السياسية وكذلك القوى السياسية الموجودة اليوم اللاعب الأساسي في إقليم شمال العراق أن تلعب دورها بأن تنصح هذه القيادات بأن تعود إلى منطقة الحكمة ومنطقة الحوار، وأن نجلس على طاولة واحدة وأن نحل مشاكلنا بعيدا عن التدخلات الإقليمية أو الدولية أو فرض الشروط. وبالتالي الحكومة الاتحادية قالت قولتها، واليوم أكدها دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، أنه أبوابنا مفتوحة للجميع، شريطة أن تكون هنالك إلغاء للاستفتاء هذا الاستفتاء. طب سيد حيدر يعني العبادي يضع شرط وكردستان لا ترضى بأي شرط، تقول نحن مستعدون للحوار ولكن بدون شروط، بينما بغداد تريد أن تضع شرط. يا أخي حلوها بيناتكم، يعني مو منطقية، يعني المسألة وصلت حدها. يعني هل تنتظرون من دول الإقليم أن تقوم بالحال آنذاك؟ ما الذي سيحصل؟
الشيعة سيقولون تركيا تدخلت وخرق سيادة العراق، بينما السنة سيقولون إيران تدخلت وخرق سيادة العراق. يعني حلوها بيناتكم. لا أبدا، هو نحلها من خلال الدعوة إلى أن نبتعد عن لي الأذرع. أولا هذه عملية الاستفتاء يجب أن نفهم يعني ما هو الغرض من الاستفتاء. هل هو الغرض ورقة ضغط للحصول على امتيازات، وهذه الامتيازات نعتقد أنها تذهب إلى عوائل خاصة في إقليم كردستان، ولا يزال شعبنا ومواطنين في إقليم كردستان إلى اليوم لم يستلموا الرواتب، هنالك يعني تدني في مستوى المعيشة، هنالك نقص في الخدمات، هنالك فساد مالي وإداري. يا سيدي الكريم إلى اليوم لا نعرف أين تذهب عائدات النفط، أين تذهب موارد والضرائب والجبايات في المنافذ الحدودية، الشركات الاتصالات وما شابه ذلك. الحكومة الاتحادية نحن اشتركنا في العملية السياسية وصوتنا على الدستور، وهنالك بعض الوزارات هي من اختصاص الحكومة الاتحادية. يا سيدي الكريم إلى اليوم السلطة الاتحادية لم تمارس دورها في إقليم شمال العراق. هذه ملاحظات موجودة ويجب أن نتصارح، وبالتالي أنا أعتقد أنه الحل الوحيد أن نجلس فيما بيننا، وهي دعوة من خلال قناتكم الكريمة إلى السيد مسعود البرزاني وإلى كل القيادات السياسية في شركائنا في العملية السياسية أن نذهب باتجاه الحوار بعيدا عن القيود والشروط، ونعتقد أنه الاستفتاء هو عملية باطلة، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. طيب. إذا كانت يعني عندكم إشكالات على الحكومة الاتحادية أهلا وسهلا، تعالوا إلى بغداد نتحدث، نأتي إليكم إلى أربيل شريطة أن تكون هنالك إلغاء لنتائج الاستفتاء. طيب سيد حيدر، يعني نتحدث أيضا عن تصريح مهم لحكومة كردستان، لن نسلم المنتجات النفطية إلى الحكومة الاتحادية بعد إخفاق الحكومة الاتحادية بتأمين رواتب الإقليم. كيف برأيك ستتعامل بغداد مع هذا الأمر؟ يعني سيدتي الكريمة، قبل التعامل مع هذا الأمر أنا أسأل السيد مسعود البرزاني، أنت تصدر النفط وتقبض عائدات النفط ومنافذ الحدودية وشركات الاتصال وهنالك موارد كثيرة، لماذا لم تستطع إلى هذه اللحظة أن تدفع رواتب المعلمين والمدرسين والموظفين الموجودين في إقليم شمال العراق؟ أين تذهب هذه الأموال؟ هنالك ضغوط شعبية، هنالك رسائل تأتينا من هذا الطرف أو ذاك الطرف، هنالك سرقات مالية واضحة، هنالك فساد مالي وإداري، وبالنتيجة الحكومة الاتحادية ما ممكن أن تسكت على مثل هكذا ممارسات. نحن شركاء في وطن، النفط ملك لكل أبناء الشعب العراقي، ويجب أن نعلم أين تذهب هذه الأموال. هل من المعقول أن تسلم الحكومة الاتحادية الرواتب إلى موظفي إقليم شمال العراق ولم تستلم من الإقليم النفط الموجود وتصدر النفط بعيد عن سلطة الحكومة الاتحادية؟ أما فيما يخص سؤال حضرتك فيما يخص رفض السيد مسعود البرزاني، أنا أؤكد من خلال قناتكم أن الحكومة جادة. سيد حيدر ربما سيد حيدر، يعني هناك إشكالية، ربما خلل فني، سنعاود الاتصال ولحين تأمين الإشارة مع سيد حيدر الفوادي النائب عن التحالف الوطني. هناك مرة أخرى عاد سيد حيدر، تسمعني سيد حيدر؟ نعم. تسمعني؟ نعم. طب أنت قلت لا يمكن الحكومة الاتحادية أن تسكت، يعني نريد أن نتجادل بهذا الموضوع قليلا. طب الحكومة الاتحادية سكتت كل هاي السنوات، الآن يلا صحت، يعني قبل أن تلوم الإقليم بتصدير النفط ولا تعلمون أنتم أين تذهب العائدات، يا أخي روحوا حاسبوا هيئة النزاهة، ليش ساكتة هيئة النزاهة كل هاي السنوات؟ حاسبوا وزارة النفط، حاسبوا ديوان الرقابة المالية، يعني حسبوا هاي الجهات الرسمية المسؤولة عن منظومة الرقابة ومتابعة الأمر قبل أن تحاسبوا الإقليم، وأنتوا برلمان هذا دور الرقابي. أثرت نعم حضرتك أثرت يعني سؤال مهم جدا، لماذا لم تتحرك الحكومة الاتحادية قبل هذا الوقت
وممثلها ممثلة بأذرعها الرقابية، سواء كانت هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية أو لجنة النزاهة في البرلمان. يا سيدي الكريم، كنا نتعامل مع الإخوان على أساس أننا في بيت واحد، من الممكن أن يأخذ هذا الطرف زيادة عن حقه أو ذاك الطرف. كذلك العراق كان يمر بمرحلة صعبة جدا، هنالك تفجيرات، هنالك يعني دخول واجتياح لعصابات داعش، هنالك أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين. خلينا نتحدث بصراحة، اليوم هنالك نوع من الثقة، هنالك اليوم نوع من العودة إلى منطق العقل، هنالك نوع من العودة إلى المشتركات. اليوم أداء الحكومة الاتحادية أداء مهنيا، هنالك يعني ارتياح لدى كل أبناء شعبنا في كل المحافظات فيما يخص المحافظات الساخنة. اليوم هنالك يعني ثقة باتت تكون واضحة عند الشارع العراقي والمتتبع للمشهد السياسي في العراق. اليوم بغداد ليس بغداد 2006 و2007، هذه العوامل مجتمعة جعلتنا أن نؤجل أي إجراءات من السلطة الاتحادية بخصوص ما الأعمال التي تقوم بها الإدارة في إقليم شمال العراق. من الآن وصاعدا ما زال كل الأطراف هم شركاء في وطن واحد، وهنالك ولهم حقوق وعليهم واجبات. يجب أن تبسط السلطة الاتحادية سلطتها وإدارتها على كل شبر في العراق بما فيها إقليم شمال العراق. هذا اليوم أصبح مطلب شعبي ومطلب نيابي. وأنا لا أخفيك سر، يعني هنالك الكثير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من القوى السياسية الكردية تطالب وطالبت في الإعلام وصرحت لا نعرف أين تذهب الأموال، نحتاج تحرك من السلطة الاتحادية من أجل إنصاف الجميع. وبالتالي أصبح اليوم هنالك ضرورة أن تبسط السلطة الاتحادية سلطتها وأن تراقب وتتابع وتكشف ملفات الفساد وتتابع الأموال التي خرجت خارج هذا البلد، خارج العراق. وهذا حق طبيعي لا يمكن السكوت عنه. فعلى الأخوان في الإدارة في إقليم شمال العراق من أجل إنصاف مواطنينا في إقليم شمال العراق أن يعطوا الفرصة للحكومة الاتحادية أن تمارس دورها. وأنا أقول ومتأكد من هذا الكلام، سوف تمارس السلطة الاتحادية إدارتها وحكومتها سواء كان في إقليم شمال العراق أو المناطق المتنازع عليها، بعيدا عن الحرب وبعيدا عن القتال، والأيام سوف تثبت ذلك إن شاء الله. نعم سيد حيدر الفوادي النائب عن التحالف الوطني، شكرا جزيلا لك. حصاد مستمر من الشرقية نيوز. قريبا من كردستان، رئيس كتالونيا يعلن الانفصال بقرار أحادي ويقترح تعليق الخطوة لإفساح المجال للوساطات. أقليم كردستان يرد، لن نسلم المنتجات النفطية للحكومة الاتحادية بعد إخفاق الأخيرة في تأمين رواتب الأقليم. جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم دعوته لإلغاء نتائج استفتاء إقليم شمالي العراق. وقال يلدرم في كلمة له أمام البرلمان التركي إن التدابير التركية المتخذة ضد إدارة إقليم شمالي العراق لا تستهدف الكرد والأشوريين والأيزيديين هناك، لكن يجب أن يدفع المسؤولون في الإقليم ضريبة الاستفتاء. وكشف يلدرم عن اجتماع قريب بين العراق وإيران وتركيا لبحث الخطوات التالية حيال إدارة إقليم شمالي العراق. أعلن رئيس حكومة كاتالونيا كارلوس بوتشيمونس إقلال الإقليمي عن إسبانيا من جانب واحد، ثم اقترح تعليق الانفصال
لفسح المجال أمام الوساطات. وقال بوتشيمون في خطاب أمام برلمان كاتالونيا أن الدولة الجديدة سيكون لها نظام جمهوري وأن مواطنيها سيكونون جزءا من أوروبا، إلا أن حكومته علقت إعلان الانفصال لإفساح المجال أمام الوساطات. أدعوكم لتحمل المسؤولية، وكذلك أسأل الشعب الكتالوني أن يتصرف بشكل مسؤول وبالاحترام، لا تنجرف وراء الأمور السلبية. نريد أن نخفض من حدة العنف، وأطلب من وسائل الإعلام والحكومة المركزية بإجراء الحوار بمساعدة الوساطة وأيضا مع وساطة دولية. من فضلكم ابتعدوا عن الضغوطات، وكذلك طلبت من المجتمع الأوروبي أن يساعدنا وأن يركز على القيم الإنسانية الأساسية التي يجب أن تطبق في هذه العملية وفي عملية التفاوض. هناك أزمة بين كاتالونيا والدولة الإسبانية، ولكن هذه الأزمة يمكن حلها بطريقة مسؤولة سلمية. يجب أن ننظر إلى تاريخنا الطويل والتضحيات التي قدمها الشعب. أدعو كل الشعب والضمير لديهم لجعل كاتالونيا دولة مزدهرة. وننوه إلى الخبر العاجل الذي تقرأونه أسفل الشاشة. البشمركة تقول لن نسمح بفتح معبر جديد عبر حدودنا. ياور يؤكد أن أي نقطة حدودية يتم استحداثها يجب أن تكون بموافقة الإقليم. إذن هذا هو موقف قوات البشمركة في إقليم كردستان، موقف واضح وصريح ضد فتح أي نقطة حدودية مع تركيا، نقطة حدودية جديدة عدا النقطة القائمة حاليا في فيش خابور. ينضم إلينا سيد حميد معلل قيادي في تيار الحكمة. أهلا بك سيد حميد. يعني كنا نود أن نتحدث معك، نناقش معك جملة مواضيع بما فيها قضية مفوضية الانتخابات، ولكن هذا الخبر العاجل أثار يعني تساؤلات عن جدية الوصول إلى حلول، جدية هذه التحركات للإيصال إلى حلول، للوصول إلى حلول بين إقليم كردستان والحكومة العراقية في بغداد. كيف تتصور الأمر سيد حميد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. الواقع طبعا من حق الحكومة في بغداد أن تحافظ على وحدة البلد وعلى المصالح العليا للشعب العراقي، كما أن من حق قادة كردستان أيضا أن يحافظوا على حقوق شعبهم ما بين هاتين المعادلتين. أنا أعتقد أن هناك جدية واضحة لدى الأطراف من أجل الوصول إلى حل. هل يمكن أن نتوقع حصول انفراجا سريعا في هذا الأمر؟ الواقع المؤشرات المطروحة حاليا لا تشير إلى مثل هذا التوجه، لكن في المسارات العامة أتصور أن كردستان سوف تتصرف بحكمة وبعقلانية، وكما حللنا المشاكل سابقا فبإمكاننا أن نحل هذه المشكلة، مع اعتقادي تماما بأن هذه المشكلة هي واحدة من أصعب المشكلات التي مرت في المشهد العراقي الراهن. نعم، يعني شيخ حميد وكأنك تقول أتصور أن إقليم كردستان سيرضخ لضغوطات بغداد وللعقوبات التي ستفرض بل وفرضت عليه منذ أن قاموا بالاستفتاء، هكذا المؤشرات تقول؟ أنا أعتقد يعني أنا أعتقد أن هناك تفهما لابد أن يحصل من جميع الأطراف،
وهذا التفهم والعقلائية لابد أن تحصل، إذ أنه الأمور بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وخاصة المحددات المطروحة من قبل الجميع اليوم. المحدد الأول هو الاحتكام إلى الدستور، المحدد الثاني هو عدم التفريط بوحدة العراق، المحدد الثالث هو عدم أذية الشعب الكردي، المحدد الرابع هو أن العالم لم يرحب بمثل هذه الإجراءات وبمثل هذا الاستفتاء. استنادا على الأقل إلى هذه المرتكزات الأربعة، إذن لابد من الوصول إلى حلول. كيف ستحصل هذه الحلول؟ الجميع يطرح الحوار غير المشروط، ولكن لابد من رفع اليد عن الاستفتاء والعودة إلى التفاهم. هذا الاستفتاء في الواقع نسف كثير من التوافقات، وهو من شأنه أن يعيد البلاد ويعيد العلاقة الموجودة فيما بين الإقليم والمركز أو الاتحادي، الحكومة الاتحادية، بطريقة كما رسمها الدستور سابقا. يعني المراقب للمشهد بين بغداد وأربيل يرى أن الإشكالية هي بين حكومة أربيل حصرا الديمقراطي الكردستاني وبين التحالف الوطني في بغداد. يعني هناك أصوات، على سبيل المثال نأخذ على سبيل المثال السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان ذهب إلى أربيل، أصوات كثيرة داخل التحالف الوطني صرخت ضد هذه الزيارة، وكأن القضية لا يريدون أن يصلوا إلى حل مع أقليم كردستان. يعني شو تردون؟ حرب؟ الواقع لا أحد يطالب بالحرب، والقتال على أفضل فروضه هو خسارة لجميع الأطراف. نحن لسنا من المساندين إلى قيام أي حرب، ونعتقد أن الأمور يمكن أن تحل في عبر الحوارات والنقاشات، ولكن أيضا وفق الأطر التي ذكرناها. أنا شخصيا في الواقع أرحب بكل زيارة من شأنها تقريب وجهات النظر، ومن شأنها تخفيف حدة التوتر، ومن شأنها إيجاد ثوابت أو تركيز الثوابت التي أعلنتها الحكومة كخارطة طريق للحل. تبقى الأصوات موجودة في مثل هذه الأجواء التي نراها، هناك أصوات ترفض، هناك أصوات تنتقد، هناك أصوات تريد أن تقول الذي يريد أن يتدخل فليتدخل بالتي هي أحسن، وينبغي أن يتشاور مع الأطراف ذات العلاقة وبالخصوص مع الحكومة. هذا الذي يقوله البعض. أيضا لا نستطيع يعني أن نجزم بأن جميع من يتحدثون هم في الواقع يريدون مصلحة العراق. كما تعلم اليوم الآراء كثيرة ووجهات النظر مختلفة، لكن وجهة النظر العقلائية، وجهة النظر التي تريد أن تحافظ على البلد وعلى وحدة هذا البلد أرضا وشعبا ومستقبلا، أعتقد هذه القوى برغم قلتها إلا أن صوتها والعقلائية التي تتمتع بها ومحبتها لهذا الشعب ستكون هي الأصوات الصحيحة وهي الأصوات الفاعلة إن شاء الله. طيب شيخ حميد، يعني أريد أن أتوقف عند مصطلحين ذكرتهما، وهما نسف التحالفات السابقة، الاستفتاء نسف التحالفات السابقة، وأيضا إعادة العلاقة، بل إعادة تعريف العلاقة. يعني هل نتحدث بأن استفتاء إقليم كردستان اليوم حكومة بغداد تنظر إلى الموضوع بأنه بعد الاستفتاء الانفصالي هذا وبعد هذه الضربة الموجعة لبغداد من الممكن أن تتحاور بغداد مع الأكراد بطريقة ربما تعيد تعريف استقلالية، مدى استقلالية الإقليم إقليم كردستان ومدى تدخل الحكومة الاتحادية في هذا الموضوع، أم أن الطموح فقط أن نعيد الأمور إلى ما كانت عليها بالضبط قبل موضوع الاستفتاء؟ أحسنتي، أنا أتصور أن هاتين المفردتين اللتين ذكرتهما أنا كنت أقصدهما. الواقع أن الاستفتاء أنهى أو سينهي في الواقع طبيعة العلاقة والصلاحيات التي كانت تتمتع بها كردستان سابقا، لكي تعيدها على وفق التوصيف الدستوري الذي هو يضمن المصالح الواقعية والحقيقية لكلا الطرفين. وبالمناسبة دعيني أن أؤكد أيضا أن القصة فعلا ليست بين
الديمقراطي وما بين التحالف الوطني. المشكلة هي مشكلة وطنية واقعية حقيقية، ولا بد أن تنتهي مثل هذه المسارات. المفهوم الثاني الذي أنهاه هذا الاستفتاء هو في الواقع ما كنا نسميه بالعلاقة الاستراتيجية فيما بين، أو التحالف الاستراتيجي، يبدو لي عرضه الاستفتاء، يعني التحالف الاستراتيجي بين الشيعة والكرد تعرض بسبب هذا الاستفتاء إلى هزة عنيفة لم يتعرض لها منذ أمد طويل. وهذا الأمر بنفسه ربما ينظر إليه البعض بأنه بارقة أمل من أجل إعادة ترسيم وتوصيف للعلاقات الموجودة فيما بين المكونات وما بين الإقليم والحكومة الاتحادية، يعيد توصيفها توصيفا كما نص عليه الدستور، ويعيد البلد إلى وضعه الطبيعي كبلد متجانس و فيه رأس وفيه قلب وفيه أطراف، ويتمتع الجميع بصلاحيات كما نص عليها الدستور. طب شيخ حميد، يعني الدستور الكل يتحدث بالدستور. قبل يومين كان معنا سيد سليم الجبوري وسألته سؤال عن هذه قضية الدستور، وأعيد هذا السؤال عليك مرة أنت سيد شيخ حميد. الدستور أصبح سيفا ذا حدين، الإقليم يلوح بالدستور ويقول خطوتي دستورية، بغداد تلوح بالدستور وتقول خطوتنا دستورية وليست خطوة إقليم كردستان، وبالتالي هذا الدستور، المرونة الكبيرة في الدستور جعلته محط إشكالية وليس محط لحل الإشكالية. ومن هنا أسأل، ألا يمكن إيجاد منطلقات أخرى غير الدستور؟ ترك الدستور جانبا، ألا يوجد منطلقات أخرى تنطلقون منها للحل؟ طبعا توجد، لا يعني يخلو الموقف من نوافذ ومن مسالك للحل، لكن لا يمكن رفع اليد عن الدستور. أولا لا أحد يدعي أن الدستور قرآن منزل من الله بحيث لا يمكن إيجاد تعديلات فيه، أو أن هذا النص لا يتمتع بمطاطية محددة تجعله عرضة لحالة من الانتقائية النابضية التي سبق وأن يعني انتقدناها، وحتى من خلال شاشتكم قلنا أن في الدستور مواد، أو أن التعاطي مع الدستور يتعاطى البعض تعاطيا نابضيا وانتقائيا مع مواده، فالمادة التي تكون في نفعه يتشبث بها وينسى المادة التي تحاول أن تقيد صلاحياته. لكن مع هذا الشيء الكبير والفارق، والذي يوجد في كل دساتير العالم، لا بل يوجد حتى في الكتب الدينية المقدسة، هذا الأمر ليس مبررا إلى رفع اليد عن الدستور باعتباره مثابة توافقية جماهيرية. هذا واحد. ثانيا، وجود توافقات في البين في إطار هذا الدستور، وعلى الأقل في إطار مطاطيته التي تريد لملمة الأطراف، أيضا هذا شيء ممكن. لكن ما لا يمكن فعلا هو الاستمرار على الحالة السابقة التي لم تكن في الواقع حالة صحية ولا صحيحة، ولذلك أنتجت مثل هذه الظروف. أنا أتصور أن هذه المرحلة برغم صعوبتها وبرغم تعقيدها، بل برغم خطورتها، أنا أعتقد المرحلة أخطر حتى من مرحلة داعش حاليا، برغم هذه الخطورة أنا أتصور أنها فرصة لكي تتم تسمية الأشياء بشكل صحيح وتعريف الصلاحيات بشكل دقيق، من أجل الوصول أو الانتقال مما نحن فيه إلى ما نأمله ونتمناه. ممتاز شيخ حميد، أنت تقول إنها فرصة، لماذا لا تكون أيضا فرصة أيضا للحكومة الاتحادية؟ يعني إذا نظرت إلى المشهد منذ 2014، لن أتحدث عما قبل 2014، عندما يخسر العراق أراضي تحتلها جماعات إرهابية مثل داعش، ثم يطالب الأكراد بالانفصال، ثم يتخلل ذلك شكاوى من مكونات عديدة بالإقصاء وبالتهميش وبالحزبية وبالطائفية وبغير ذلك، لماذا لا تكون أيضا فرصة لمراجعة، يعني ألا يحافظ أيضا على وحدة العراق البعد عن الطائفية والمحاصصة والحزبية والخروج من هذه العباءة، ويعني إشراك الجميع؟ بالتأكيد أنا أتفق تماما مع هذا التوصيف، ولذلك بقدر ما يتم توصيف الحالة التي نعيشها حاليا
بأنها حالة خطرة وحساسة ومفصلية بحيث يمكن أن تؤدي إلى تشظي البلد وتشظي الشعب، يمكن أيضا توصيفها بأنها أفضل فرصة في هذا المنعطف الحاد من أجل إعادة المسار إلى وضعه الطبيعي، الاحتكام إلى مواطنة، الخروج من الطائفية، الخروج من الاصطفافات المكوناتية، الذهاب إلى قوائم عابرة، الذهاب إلى ما يقره النظام الديمقراطي أنه أغلبية سياسية حاوية للمكونات حاكمة ويقابلها معارضة حاوية للمكونات وناقدة. هذا هو الوضع الطبيعي الذي يمكن أن يحفظ للعراق وحدته، وأعتقد أن المكونات في هذه الحافة التاريخية الصعبة هم على امتحان صعب، إما أن يحتفظوا ببلدهم ويعيشوا تعايشا سلميا مقبولا استنادا إلى طبيعة ومرارة التجربة التي مروا بها، أو أنهم لا سامح الله يفرطوا بوحدة هذا الوطن، وحين ذلك سيألم الجميع وسيندم الجميع أيضا. نعم شيخ حميد معلا القيادي في تيار الحكمة، شكرا جزيلا لوجودك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. بعد محاولات لإقالة قائم مقام الخالدية، مجلس عشائر الأنبار يحذر من تحويل المحافظة إلى أملاك شخصية ضيقة تتبع المحافظة وهي جهة سياسية. وفي الحصاد موسم دراسي واعد في البصرة، ثلاثة اعتداءات على معلمي المدينة والنقابة تهدد بالإضراب. قال عضو مجلس رئاسة تحالف القوى أحمد المساري إن السعودية تشجع الحوار بين الأطراف العراقية للحفاظ على وحدة العراق. وعلق المساري على سؤال لمقدم برنامج بالحرف الواحد حول تعرض رئيس البرلمان سليم الجبوري لضغوطات سعودية لزيارة البرزاني والتحاور معه، علق قائلا إن السعودية حريصة على وحدة العراق لأنها تخشى مثل دول أخرى تخشى على وحدتها. كل هذا الكلام والمواقف تنطلق من شيء واحد، إنه كيف نحافظ على وحدة العراق. يعني هذا مبدأ خلينا خط أحمر ونبدي الإصلاح يصب في الحفاظ على وحدة العراق. نحافظ على وحدة العراق من خلال الاستجابة للضغط السعودي والاستماع نصا لرسالة السيد ثامر السبهان من قبل السيد سليم الجبوري، وأروح أتحاور رغم الدكتور سليم الجبوري ما كان رايد يروح، لكن ضغط عليه بطريقة كبيرة من السيد ثامر السبهان من السعودية وبرسالة من السيد ثامر السبهان تروح الكاك مسعود وتحشو إياه وأنت تروح تبادر. هسا إذا كان هذا الكلام صحيح، وأنا ما أدري به، إذا كان هذا الكلام صحيح فهذا أيضا يصب في مصلحة العراق، أنه السعودية اليوم متخوفة على وحدة العراق وتريد أن تفتح الحوار بين العراقيين لكي يتفاهموا ويحافظوا على بلدهم. من مصلحة لأنه العراق. أنا أعتقد أنه من مصلحة المملكة العربية السعودية أن يبقى العراق موحدا، لأنه أيضا هم يخشون على بلدهم من أن تنتقل حمى الانقسام إلى البلدان المجاورة ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. ومن حق المملكة العربية السعودية ومن حق الأردن ومن حق سوريا ومن حق تركيا وإيران أن تخاف على بلدانها من ما يجري اليوم في العراق. فأنا لا أرى ضير في ذلك. قال قائد فيلق القدس الإيرانية الجنرال قاسم سليماني إن رحيل الرئيس العراقي سيكون بمثابة مصيبة قاسية. تعليق
تحل على شعب كردستان أكثر من أي فئة عراقية أخرى. سليماني أكد في برقية تعزية بوفاة الطالباني أن الأزمة الحالية التي يمر بها إقليم كردستان العراق ناجمة عن الفراغ الذي تركه الطالباني. وأضاف سليماني أن الطالباني كان يهتم دائما باستقلال ووحدة العراق، وكان يؤمن بتحقيق حقوق جميع القوميات ضمن إطار عراقي واحد. وأشار سليماني إلى أن الطالباني كان يعارض دائما وجود مشروع أي وجود غير مشروع لا سيما إسرائيل. أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنها ستقاطع جلسات البرلمان العراقي في الوقت الحالي، إلا أنه لا يمكن لأي جهة منع نوابها من العودة متى شاءوا. وقال ريناز جانو المتحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لأعضائها في أربيل، قال إن أي اتفاق مع بغداد يجب أن يكون بلا شروط، وأنه بات من المحال التراجع عن نتائج الاستفتاء. سبارت به هنگاوی نویمان برای بغداد که چه هنگاوی دنین یا خود برای چوید. لن نعود إلى البرلمان العراقي في المرحلة الحالية، ونؤكد لمن هم في بغداد أنه لا تراجع عن نتائج الاستفتاء. نحن ندعو الحكومة والبرلمان العراقيين إلى التراجع عن العقوبات التي تم فرضها على الإقليم وإيقاف التصعيد ضد النواب الكرد. لسنا موظفين كي يستطيع أحد منعنا من العودة للبرلمان، ولا يمكن معاقبتنا وفق الدستور، وسنعمل مع زملائنا الكرد في البرلمان للوقوف أمام هذا الإعصار الذي يستهدف كردستان. وأنا دعوة لحكومة عراقي وهروها برلمان عراقي. من جانبه أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض أن الإجراءات الحكومية تجاه كردستان تهدف لضمان سيطرة المركز على واردات النفط في كركوك، وشدد الفياض على ضرورة أن تسلم سلطات الإقليم كافة الحقول النفطية للحكومة، وأن تنهي ما وصفها بسرقة النفط وإيداع عائداته في حسابات خاصة. اليوم الدستور هو الفيصل بالخلاف بين الحكومة وبين الإقليم. الحكومة الأقليم الأخوة في الأقليم لم يلتزموا بنود هذه الاتفاقية، ولم يعلنوا عن أرقام الصادرات وأرقام الواردات وكمية النفط المصدر ومبالغه، ولم يتعاملوا بشكل مباشر مع شركة سومو. وما حدث أخيرا أيضا كان هناك سيطرة كاملة على حقول النفط الشمالية بشكل غير قانوني. لذلك اليوم الحكومة أرادت أو ارتأت أن تعمل ممر ثاني وتصديري يمر من كركوك إلى صلاح الدين إلى نينوى إلى تركيا. طبعا هذا الأنبوب أيضا هو لكل أبناء شعبنا سواء في الإقليم أو بالوسط أو بالجنوب، للحفاظ على ثرواتهم بشكل أو بآخر ولضمان تصديرها. لأن الجانب التركي اعتذر وقال لا نتعامل مع الحكومة العراقية بشكل واضح. بس البارحة كان عندنا لقاء مشترك مع السفير التركي وكادر الوزارة المتقدم وبحضور وزير النفط، وحدثت عدة لقاءات وعدة مباحثات حول هذه المواضيع مختلفة. أكد الجانب التركي على التزامه بالتعامل مع الحكومة المركزية في تصدير وشراء المشتقات النفطية، لوجود مشاكل كثيرة وموجود مشاكل عالقة مع الإقليم في المنافذ الحدودية وفي التصدير وفي دستورية هذه المنافذ. لذلك الحكومة ارتأت أن تعمل هذا الأنبوب اللي من أجل السيطرة بشكل كامل على رصيدها النفطي. وينضم إلينا الآن السيد هشيار مالو المحلل السياسي. أهلا بك سيد هشيار. يعني هل هو سؤال مكرر، لكن اليوم على أرض الواقع فعليا هل يستطيع الإقليم الصمود وسط كل ما يحدث من محاولات لإعادة السيطرة على كل على المعابر، على المنافذ الحدودية، على النفط، على كل ذلك؟ نعم، شكرا جزيلا. يعني أنا أعتقد أنه ما يحدث الآن خصوصا الإجراءات الأخيرة والقرارات الأخيرة من قبل الحكومة العراقية هي تعتبر عقوبات جماعية ضد شعب إقليم كردستان بسبب تعبيره عن رأيه. ما حدث هو استفتاء، اللي هو يعني الاستفتاء هو تعبير عن رأي، ليس أي خطوة أخرى. يعني لحد الآن لا يوجد أي خطوة باتجاه إعلان دولة كردستان أو اعتراف من قبل دول. لحد الآن ما تم هو
تعبير عن رأيي. أعتقد أنه الذهنية هذه اللي أدت إلى هذه المرحلة من فقدان الأمل مع السياسيين العراقيين هي لا نستطيع حل الآن هذه المشاكل بنفس الذهنية، بالذهنية الانفراد بالقرارات وغلق المعابر وغلق المطارات. يعني في النهاية من يدفع ثمن غلق المطارات؟ يعني المسؤولين في إقليم كردستان راح يدفعون الثمن، ما هو المواطن في إقليم كردستان. أنا يعني حتى في أكثر من مناسبة ذكر السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أنه الإجراءات هذه هي ليست موجهة ضد شعب إقليم كردستان، لكن هي في الحقيقة اللي يتأثر بها هو شعب إقليم كردستان. لما تغلق المنافذ على المواطنين، لما تغلق المطارات، من يتأثر؟ هو المواطن في إقليم كردستان. المسؤولين كلهم لديهم طيارات خاصة وهليكوبترات ويقدرون يعني يتحركون. في النهاية أنا أعتقد أنه السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي هو رئيس حكومة كل العراق المفروض، يعني هو ليس رئيس حكومة بغداد والجنوب. فبما أنه هو رئيس حكومة كل العراق عليه أن يحل هذه المشاكل مع المسؤولين في الإقليم، أن يأتي إلى إقليم كردستان، يأتي إلى أربيل إذا هو فعلا يحس نفسه أنه مسؤول عن كل العراق، يأتي إلى أربيل، يأتي يلتقي بالمسؤولين الكردستانيين ويحل هذه المشاكل بينهم بدل ما يغلق المطارات ويغلق المنافذ الحدودية. أنا لا أعتقد أنه هذه الإجراءات هي إجراءات موفقة. طب سيد أشير، يعني هناك رأي نسمعه من هنا وهناك وهو كالتالي: الخطوة التي قام بها إقليم كردستان هي تصف في جانبين. الجانب الأول هي ورقة ضغط على بغداد للحصول على مكاسب على المدى المتوسط. الجانب الثاني هي ورقة استخدمها ربما السيد مسعود البرزاني لتثبيت وجوده أكبر في إقليم كردستان كبطل قومي، وبالتالي ضمان التصويت عليه كرئيس لإقليم كردستان مرة أخرى. وبالتالي الأمر كله لا علاقة له لا بالاستقلال ولا بإنشاء دولة كردية في شمال العراق. نعم، هذا رأيي، يعني أنا أنقل رأيي لا أكثر. من وجهة نظري نعم هذا الرأي موجود، لكن من وجهة نظري قضية مصير الأمة الكردية هي أكبر من مسعود بارزاني ومن كل مسؤولين في إقليم كردستان. أنا لا أمثل لا حزب ديمقراطي ولا حكومة إقليم كردستان، أنا ناشط مدني يعمل، لكن ولا يهمني منه يزعل، لكن الفكرة هي أكبر، لا يتعلق بخلاف آني مع بغداد أو علاقاتنا جيدة اليوم مع تركيا باكر مو زينة. الموضوع يتعلق بمصير أمة. تاريخيا شعب إقليم كردستان في هذه المنطقة تعرض إلى أنواع مختلفة من الظلم والاضطهاد. هناك نوع من الآن يعني النتائج الاستفتاء أدت إلى 92% هناك رغبة من هذا الشعب أنه يريد يكون عنده كيان المستقل. طيب كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني أنا مع الأسف اللي أسمعه لحد الآن من الساسة العراقيين هو إلغاء الاستفتاء. إلغاء الاستفتاء كيف نلغي؟ يعني هو تم الآن، حصل الاستفتاء. يعني يذكرني بأغنية أم كلثوم، قول للزمان ارجع يا زمان، انتهى الاستفتاء صار. الآن يجب أن نتعامل مع هذه النتائج وأيضا نتعامل مع الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج. لماذا 92؟ يجب أن نفكر في هذا. لماذا 92% من مواطنين شعب إقليم كردستان وأيضا المناطق المتنازع عليها يرغبون باستقلال عن هو دولة سيد العراق؟ هشار، ما هي إذا المشاكل لي اللي أدت إلى هذا؟ نعم سيد هشار، يعني إذا سمحت لي، يعني أنتم نعم. عندما تتحدثون عن الاستفتاء يعني تحاولون أن تصغروا حجم الموضوع، يعني هو مجرد تعبير عن الرأي، هو مجرد تعبير عن الرأي. يعني طب إذا كان مجرد تعبير عن الرأي يعني إلى أين، لماذا فعلتموه يعني من الأول؟ لماذا تقومون بفعل استفتاء لمجرد التعبير عن الرأي؟ يعني هناك أنتم لم تقولوا ما الخطوة التالية بعد ذلك، تركتم الأمور معومة وتركتم الناس يعني بحذر تتعاملون مع المشهد، ربما تقيسون ماذا سيحصل، ربما تدرسون ماذا سيحصل، ربما ورقة ضغط، لكن بالنهاية عندما تتحدث عن هذا الموضوع لا تستطيع أن تصغره. يعني متى
تتوقع من الحكومة العراقية أن ترد على هذا الموضوع عندما تطالبون حقا بالانفصال، عندما تنفصلون كليا عن العراق ثم تتوقعون رد فعل من الحكومة المركزية؟ يعني شوفي، حتى نحكي بالمبدأ أنه يحق للشعب إقليم كردستان حتى لو أعلن دولة اليوم، يعني كحق، يعني 22 دولة عربية كليش، يعني اكو أتراك. نعم، انا لا اتحدث عن حق التعبير، انا اتحدث عن موضوع ماذا الفكرة. لماذا اقمتم هذا الاستفتاء؟ نعم. اذا انتم تذهبون الى الاعلام وتقولون هو مجرد تعبير عن الرأي، يعني ما الخطوات التالية؟ ماذا تريدون ان تفعلوا؟ وضحوا. نعم. بما انكم قمتم بهذه الخطوة. نعم نعم اختي العزيزة، حتى نعم حتى نكون واضحين، يعني منذ البداية حتى قبل إجراء الاستفتاء القيادة السياسية في إقليم كردستان كانت واضحة جدا أنه الاستفتاء لا يعني إعلان دولة، الاستفتاء هو عودة إلى رأي الشعب، قد يحتاج إعلان الدولة إلى عشرات من السنين، قد يحتاج إلى تفاوض، يحتاج إلى مراحل، يعني الاستفتاء هو أول مرحلة حتى نعرف هل المواطنين في إقليم كردستان يريدون نذهب بهذا الاتجاه أو لا يريدون، ثم يجب أن يكون هناك مرحلة أخرى من تهيئة البيت الداخلي، يعني في داخل إقليم كردستان هناك ناس ضد، هناك ناس مع إلى آخره، هناك أحزاب سياسية، ثم بعد نحتاج إلى تفاهمات مع دول المنطقة، وأهم من هذا وأهم من تفاهمات مع دول المنطقة نحتاج إلى تفاهم مع العراق، يعني لا يعني لا كردستان بصدد التصادم مع بغداد، بل أعتقد أنه ما سيحدث في المرحلة الآتية أو المرحلة التالية سيكون التفاهم مع بغداد على أسس أخرى. العراق بني بعد 2003 على أساس دولة اتحادية اختيارية، يعني حتى بالمغالطات الكثيرة نسمعها دولة موحدة، العراق ليس دولة موحدة، العراق دولة اتحادية، يختلف الدولة الاتحادية عن الدولة الموحدة. الدولة الموحدة كانت في أيام السبعينات والثمانينات العراق، لكن الآن بعد 2003 العراق دولة اتحادية، هناك أسس بني عليها العراق الاتحادية، يجب أن نحافظ على الدستور وضح هذه الأسس، الدستور العراقي أنه هذا الاتحاد هو اتحاد اختياري طالما التزمنا بهذا الدستور، عندما لا نلتزم بهذا الدستور يلتغي ينتفي فكرة الاتحاد الاختياري. أنا أعتقد أنه في تصوري الكرد ماضين باتجاه حق تقرير المصير، حق تقرير المصير لا يعني أنه غدا سوف تعلن الدولة الكردية، الآن أعتقد أنه سوف تكون هناك تفاهمات. نعم. مختلفة عن ما هو أسود وأبيض، يعني هناك تدرجات من الرصاص موجودة بين هذه الألوان، هناك الآن مبادرات من دول كبيرة مثل فرنسا. نعم، مثل لكنها جميعا تقود إلى هدف واحد كما تفضلت بين العراق سيد هوشيار إقليم كردستان. نعم سيد هوشيار مالو المحلل السياسي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار والمعلومات الواردة فيها راسلونا على rai@الشرقية.com. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. صراع حدودي للبقاء على قيد حياة جوار تركيا. الحكومة العراقية تفتح خط أنابيب نفط قديم متجاوزا الخط الذي تديره حكومة إقليم كردستان. إقليم كردستان يرد لأنه سلم المنتجات النفطية للحكومة الاتحادية بعد إخفاق الأخيرة في تأمين رواتب الإقليم. وقريبا من كردستان رئيس كتالونيا يعلن الانفصال بقرار أحادي ويقترح تعليق الخطوة لإفساح المجال للوساطات. وبعد محاولات لإقالة قائم مقام الخالدية، مجلس عشائر الأنبار يحذر من تحويل المحافظة إلى أملاك شخصية ضيقة تتبع المحافظ أو أي جهة سياسية. موسم دراسي واعد في البصرة، ثلاثة اعتداءات على معلمي المدينة والنقابة تهدد بالإضراب.
تفاعلت على نحو سريع دعوات لإعلان مطار النجف فرصة استثمارية لتخليصه من الفساد الإداري وسيطرة الأحزاب على عائداته بعد مطالبات نيابية وسياسية بضبط قضية إدارة المطار بشكل نهائي. وتنفي إدارة المطار وجود شبهات فساد مالي وإداري، غير أن مراقبين يصفون خطوة المحافظة بطرحه للاستثمار بأنها إقرار بالفساد الإداري. أخرى مطار النجف الدولي إلى الواجهة، هذه المرة من خلال مجلس المحافظة الذي أعلن المطار كفرصة استثمارية، قاطعا بذلك الجدل الكبير الذي يتحدث عن هيمنة أحزاب وتيارات سياسية، إضافة إلى وجود شبهات فساد مالي وإداري. في جلسة استثنائية لمجلس محافظة النجف الأشرف صوت بالإجماع على أن يكمل أو يستمر بعرض المطار فرصة استثمارية خلال فترة 90 يوم، وفي عدم حصول الشركة يصار إلى تعيين مدير تنفيذي المطار. إدارة مطار النجف من جانبها نفت ما أعلنته اللجنة الخماسية في مجلس المحافظة التي تحدثت عن وجود فساد مالي كبير، مؤكدة أن مثل هكذا اتهامات تأتي ضمن الحملات التسقيطية الابتزازية التي يتعرض لها المطار بين فترة وأخرى. كنا يعني نأمل من مجلس المحافظة قبل هذا الوقت أن يصدر قرار بإحالة مشروع المطار إلى الاستثمار بعد أن نكلت الشركة المستثمرة السابقة ومتعلقاتها موجودة لحد هذه اللحظة. فصدر قرار شجاع من مجلس المحافظة وتحملوا مسؤوليتهم لهذا المشروع استراتيجي وإحالته إلى الاستثمار. فيما يخص التقرير وتوصيات التقرير هذا شأن مجلس المحافظة، ولكن فيما يتعلق بالإدعاءات على مطار النجف أنا أعتقد هي اللجنة أصلاً لم ترتقي بمجلس مجلس إدارة المطار ولا في المطار ولا مرة واحدة إطلاقاً، وأبوا أن يأخذوا المعلومات من مطار النجف من إدارة المطار، رغم أنه إحنا كتبنا لهم كتاب رسمي بأن نلتقي بهم في أي موقع يشاءون سواء كان في المطار أو خارج المطار. ويرى قانونيون أن لا سلطة رقابية لمجلس النجف أو حتى للحكومة المركزية على عمل المطار كونه مشروع استثماري خاص. من النجف علي الحاج، الشرقية نيوز. دعا سكان الكرادة وأصحاب المحل فيها إلى تخفيف الإجراءات على نقاط التفتيش دون المساس بالخطط الأمنية، بما يحافظ على انسيابية الحركة في واحدة من أهم المراكز التجارية في العاصمة. ويقول أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة إن عددا كبيرا منها يفكر بتغيير موقعه أو حتى مهنته جراء الزحامات وصعوبات الحركة. يعرب القحطان يملك التفاصيل. من جديد عادت الاختناقات المرورية إلى الكرادة، لا سيما المدخل الرئيس فيها عند مستشفى الراهبات، فالازدحام المروري في هذه السيطرة عاد ليصل إلى أكثر من نصف ساعة. ازدحامات وتدقيق كبير يعود سببه إلى تحويل دخول الباصات إلى الكرادة عند هذا المدخل فقط ومنعها من باقي المداخل كإجراء لم يحصل السائقون على إجابة لأسبابه. منعونا من على بناس ما نطلع. شيء شخصي، شيء رسمي من الدولة، تحاكي الضابط يقول لك أنا ما عندي أمر، أنا ما منطقة، من حاكي المرور ماكو. يعني إحنا كنا قبل نخلص من هذا الزحام، ليش نبقى ساعة؟ نطلع من الفرع الأول ونطلع على بناس، ننزل على شارع الزيتون ماكو الزحام، ما نتأخر. عن تفتيش طبيعي وتفتيش طبيعي على بناس. أكثر من 1000 باص يعمل كخط دائم منذ سنوات في الكرادة داخل، يقول السائقون إن أكثر من نصفهم قاموا بترك هذا الخط بعد هذا الإجراء، فيما يطالب مواطنون بإعادة افتتاح المنافذ من جديد أمام هذه الباصات التي تعتبر شريان الحركة في الكرادة. أبو نواس منعونا غرامة 10 أيام، ها حجز 10 أيام وغرامة هي إذا وياك عبرية أو ما وياك، قبل يجي يسحب الباج ساعة ساعة ونص، هاي بالليل زين إذا طبيت بساعتين. تروح للكوت الواسط وما تعبر من كهرمان للراهبات، وتعبنا وناس مع احترامات اللي يسمع كلهم ما يفيدون. وفيما يؤكد السائقون إن هذا الإجراء غير منطقي لأن كل سياراتهم خاضعة للتدقيق الأمني وهم مزودين بهويات أمنية خاصة. يطالب آخرون من وزارة الداخلية بفتح منافذ أبو نؤاس والأورزدي إضافة إلى هذا المنفذ أمام الباصات. ووسط هذه المعاناة لسائقي الكوسترات والمواطنين في الكرادة، دعا
الداخل. تؤكد قيادة الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية إن هذا الإجراء هو لحماية الأهالي في منطقة الكرادة وليس لخنق الكرادة أو إعادة إغلاق منافذها من جديد. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز. يبحث العائلون لقضاء الحويجة المحرر حديثا عن رفات الشهداء من ذويهم وعما بقي من منازلهم وممتلكاتهم المدمرة بعد سنوات من الاحتلال من قبل داعش، ويقول سكان القضاء إن معالمه تغيرت بشكل ملحوظ وأن المدينة التي كانت بالأمس أكثر مناطق العراق حيوية تحولت اليوم إلى مدينة الخراب والمقابر الجماعية. لم يعد التعرف على بعض معالم الحويجة بالسهل بعد العمليات العسكرية والقصف وتفخيخ داعش للبيوت والأسواق. عملية التحرير رافقها شروع أهالي تلك المناطق بالبحث عن ما تبقى من أموالهم المنهوبة وسياراتهم التي استولى عليها داعش. دمرونا الدمر والله ما خلوا على الله، لا يوفقهم ان شاء الله. خربوا بيوتنا، هذا بيوت ولدي اثنين تهدموا وشلوا ابني بيهم. الله وكيلك بالمنصوريه، وهذا يقول وين المنصوريه؟ تعال تلقاهم دموا بيتي واشتلوا بالبيت وقع عليه البلوك. باقوك هدموه نوبه البيت خلاص شلع. من بغداد قدم حيدر ليبحث عن جثماني اخويه علي واحمد اللذين أسرهما داعش في معارك بجبال حمرين، وهو يملك صورهم وهم يقتلون ويعلقون بأحد بوابات الحويجة. والله تعنينا الحويجة تتحرر، صار لنا سنتين ندور على أخوتنا، أخوتنا استعرضوا بيهم بالحويجة وعلقوهم على البوابة مال الحويجة ودافنيهم قرب الحويجة، فإحنا من حرروا الحويجة اجينا عاد ندور على جثثنا، افترينا لقينا مقابر جماعية. وهاي المقابر احنا ما نقدر ننبشها ونطلعها الا الحكومه والناشد عديله وزيره الصحه بانه تدز لنا وفد من الصحه اسعافات اوليه، وهم بعد هم اجراءات يعرفون شلون ينبش القبر يطلع العظام يطلع. احنا ما نقدر هيجي، ما نقدر نسوي اي اجراء. كل ما تبقى من داعش مقابر جماعيه وخراب هنا وهناك وفتره حكم لن تمحوها السنون. من الحويجة أدنى الأغا، الشرقية نيوز. وجه أصحاب الدخل المحدود في الفلوجة انتقادات غاضبة لمسؤولي الأنبار المنشغلين بتشييد المولات على حساب قوت الفقراء حسب تعبيرهم، واستغرب كادحون محاولات تمرير مشاريع كبرى تعود بالفائدة على مستثمرين مرتبطين بعلاقات سياسية في الأنبار، في إشارة إلى تهديد مصدر القوت الوحيد لآلاف الكاسبين في سوق النزيزة وسط الفلوجة. محمد المحمود والتفاصيل. المشاريع الاستثمارية باتت تهدد أرزاق المئات من أصحاب الدخل اليومي من باعة خضار ومواد غذائية وما يعرف بأصحاب البسطيات والشنابر، حتى وصل التهديد بالإزالة والرحيل إلى سوق النزيزة الشعبي وسط الفلوجة والذي يعد أكبر وأقدم أسواق المدينة. إزالة بناية المكتبة العامة بهدف إقامة مول تجاري مكانها أزال معه هذا السوق بالكامل بعد أن تحول المكان إلى مشروع تجاري. سوق النزيزة روح المدينة، لأن المدينة ما بها أي عمل، هو بس هذا صناعة مغلقة، أهل المهن كلها قاعدة، اللي يشتغل تاكسي ما مدبر عيشته. الناس وين التجت؟ التجت للسوق. السوق بي البقال، بي أبو العربانة، بالمرة اللي تبيع خضورات. إذا انشال هذا السوق هي مسافته ترى ماكو مسافة كبيرة. أولا هذا الشارع ميت، مو مال شارع ينحي وتطبي سيارات وتنفذ قبل، خوش حكي. ثانيا يعني هسه أنت أول البارحة عزلت الناس كلها، هذا السوق شوف أهل الغذائية، مو البقال، أبو الغذائية. أبو الغذائية إحنا كنا رزقنا على الله، أنا شايك لحاجيك، إذا راح البقال أنا ذاك اليوم قاعد. إحنا أهم شيء يخلون البقال عايش يعني بمكانه، وين يروح؟ هاي وحدة. إذا مشروع استثماري ما يأذي المواطن أو ما يأذي البقال إحنا نعيده، بس إحنا هذا المكان صار لنا سنين متعودين عليه. إذا أجى الاستثمار هسه وقال شيلوا، إحنا وين نروح؟ فهسه أكو على أساس ضمانات يعني من قيم مقام من جماعة البلدية قالوا نبقيكم. إحنا إذا بقوا البقال ويشتغل البقال والحمال وأبو العربانة، إذا بقوا يشتغلون ما له تأثير، ما يأثر على أحد، بالعكس إن كيف يصير مول يصير أعمار بالمدينة. بس إحنا إذا فتح المول وقالوا شيلوا نخاف من هاي احنا.
وعود من جهات رسمية بتوفير مكانات بديلة بعد إكمال مشروع الاستثمار، إلا أنها لم تمنع قلق أصحاب هذه المحال جراء فقدان فرصة العمل، فهم يمتلكون الكثير من الشواهد على أن المشاريع الاستثمارية كانت دوما وراء محاربة الطبقة الكادحة. وبحسب تعبيرهم هسه هم حاليا يعني باقين، هم للأمانة الكل يعني تجاوز، المفروض الشارع هذا يكون يعني فارغ، بس احنا لكون يعني ظروف استثنائية ويعني وضع يعني خاص يعني نعتبره يعني عوضناهم. نعم، أصحاب التنابر والبسطيات وصفوا القرار بالكارثة، فأمام تفشي البطالة في المدينة كان هذا السوق ملاذا للعاطلين عن العمل من جانب، ومن جانب آخر فهو يمثل فرصة للمواطن الفقير الباحث عن بضاعة أقل سعرا من الأسواق الأخرى. من الفلوجة للشرقية نيوز، محمد المحمود. وكان مجلس عشائر الأنبار حذر من تحويل المحافظة إلى أملاك شخصية ضيقة تتبع المحافظ أو أي جهة سياسية تجعل من مقدرات هذه المحافظة أدوات لتحقيق المنافع والأغراض الحزبية والمصالح الخاصة. وقال مجلس العشائر اليوم أنه يحذر المحافظة الجديدة من محاولة تغيير المسؤولين الإداريين الناجحين الذين تصدوا للإرهاب بأشخاص ذوي ولاءات شخصية وحزبية كما يجري الإعداد له في قائم مقامية الخالدية. وقال مجلس العشائر إن قائم مقام الخالدية الحالي أحمد عبد أحمد كانت له مواقف في التصدي لتنظيم داعش وقبله تنظيم القاعدة، وكانت مدينته ملاذا آمنا لمئات الآلاف من النازحين، واليوم تحاول بعض الجهات المتنفذة في الأنبار إخراجه من منصبه بالقوة للمجيء بشخص يدعى علي داود. وخاطب مجلس العشائر الحكومة المحلية بأن الأنبار ومواقعها الإدارية ليست إقطاعية لشخص أو لحزب، ونحذركم من المس بقائم مقام ناجح في الخالدية لأغراض خاصة. هذا وهددت نقابة معلمي البصرة بإعلان إضراب عام وشل العملية التربوية في حال استمرار الصمت الرسمي إزاء الاعتداء على الكوادر، مع تسجيل 3 حالات اعتداء خلال الأسبوع الأول فقط من بدء الدوام الرسمي. ويقول تربويون إن المدارس منفلتة أمنياً، فيما يرى مراقبون أن الصبغة العشائرية أثرت على المشهد التربوي. حسن صباح يملك التفاصيل. 3 اعتداءات تطال الكوادر التربوية خلال أسبوع واحد في البصرة، الأمر الذي جعل الأوساط التربوية تصف المدارس بالمجمعات الحكومية المنفلتة أمنيا بعد توالي الاعتداءات دون وجود أي إجراءات رادعة. هذا الانفلات الأمني في المنشآت الحكومية المدرسية حصرا تحصلت 3 حالات اعتداء على التربويين وعلى البنايات المدرسية أثناء الدوام وداخل الحرم المدرسي. القطاعات تجي إن شاء الله باكر بالزبون. نقابة المعلمين هددت بالإضراب العام وغلق المدارس في حال استمرار الاعتداءات، فالتظاهرات لم تعد تجدي نفعا كما يقول أعضاء النقابة. إن كل اعتداء في كل يوم يحدث على الكوادر التربوية والتعليمية هو سببه قانون حماية المعلم الذي هو ميز سريريا في مجلس النواب وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لنقابة المعلمين إجراءات قانونية سوف تتخذها بالأيام القادمة إن شاء الله. خيارات يكفلها الدستور والخيارات مفتوحة. الإضراب، المظاهرات، عبرنا مرحلة المظاهرات، تظاهرنا كثيرا ولم نحصل على نتيجة. غياب القانون وغياب القانون الخاص بحماية المعلم، لو يفعل هذا القانون ويسن أمام مجلس النواب ويفعل سيكون رادع لكل يعني من يحاول وتتول له نفسه لإحداء على المعلمين والمدرسين. وتختلف أسباب الاعتداءات التي تطال المعلمين والمدرسين، لكن أغلبها يتعلق بما يعرف بدرجات الرسوب الحرجة، وهي الدرجات التي تنتهي 49%، فما دون بقليل. من محافظة البصرة، حسن صباح، الشرقية نيوز. وبهذا ينتهي حصدنا الإخباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.
We'll be right back.